وتعد غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية مركزا حيويا يتميز بسرعة الاستجابة لكافة الحالات والحوادث واحتواء المواقف وحلقة الوصل بين الجمهور والجهات الأمنية، بالإضافة إلى دورها البارز في مراقبة التجمعات التي تفوق 5 أشخاص بالتنسيق مع مديريات الشرطة بمحافظات المملكة. مركز طوارح، من معك؟ تفضل. يا مرحبتين، تفضل. أي منطقة شيخ؟ على أهبة الاستعداد دائما تعمل غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التي تشكل همزة الوصل بين الجمهور والجهات الأمنية بكوادرها المؤهلة وكفاءتها العالية بتجهيزاتها بأحدث التقنيات معتمدة على أعلى مستويات الجودة والحرفية لسرعة الاستجابة لكافة الحالات والحوادث واحتواء الموقف وحماية الأرواح. تلك الأوقات التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على مائدة الإفطار آمنين، خلفها جنود للوطن لم تغب عينهم أبدا عن الرصد والمتابعة. طبعا إدارة العمليات برئاسة الأمن العام ويختلف عملها عن باقي أيام السنة، المتمثل باستلام البلاغات وتوجيه الدوريات، تحقيق سرعة الاستجابة، وكذلك توجيه الجهات المعنية لاستلام الحالث من تصنيفه. ولأي واقعة هناك سرعة للاستجابة تحول دون تفاقمها، وإدارة عن بعد تسهل عمل الدوريات الأمنية للمواقع بسلك أفضل الطرق ومراقبة التجمعات عبر الكاميرات الأمنية لئلا تزيد عن 5 أشخاص حفاظا على الأمن والاستقرار.